الأستاذ حسين المقرم، ممثل عن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أهلا ومرحبا أستاذ حسين. أهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى. معك سرمد البياتي، مقدم برنامج اليوم السابع. أستاذ حسين، في البدء خليني أسأل جنابك عن، يعني حضرتك عضو مكتب متخصص في مكافحة الفساد، بالتالي الآن الأولوية بالنسبة للحكومة ولمؤسساتها المعنية بمكافحة الفساد هي استرجاع الأموال أم بمنع وإحاطة كل ما يمكن استخدامه للوصول لصفقات فاسدة أو لاستخدامها من أجل الفساد؟ تحية طيبة لك أستاذ سرمد ولضيفك ولمشاهدينا الكرام، وشكرا على الدعوة الكريمة. يعني حقيقة عندما نتكلم على موضوع استرجاع الأموال ومتابعة تلك الأموال، يجب أن يكون هنالك أدوات متاحة للجهات المعنية لمتابعة تلك الأموال. يعني تعرف النية وحدها غير كافية، لذلك يعني عملت الدولة خلال الفترات السابقة وحاليا على توفير تلك الأدوات للجهات المعنية. وآخرها يعني حقيقة يمكن سمعت الخبر اللي هو موضوع انضمام مكتبنا، مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى مجموعة الإيجمون. طبعا هذا يعني بداية أحب يعني أهني مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على هذا الإنجاز الكبير الذي تم بجهود مخلصة من قبل إدارته وموظفيه، وأكيد كان بإشراف مباشر من قبل دولة رئيس الوزراء المحترم، كذلك رئيس مجلس القضاء ومعالي محافظ البنك المركزي المحترم. نعم. هذه المجموعة حقيقة هي تعنى بصلب موضوع حلقتكم اليوم. المجموعة تعنى بتبادل المعلومات عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية مثل الفساد. تبادل المعلومات بخصوص استرجاع تلك الأموال وأيضا متابعتها. يتم هذا التبادل المعلومات ما بين مكاتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما بين الدول الأعضاء في هذه المجموعة. أصبح عدد الدول الأعضاء لغاية تاريخ انضمام العراق 170 دولة، وهذا ما يضيف حقيقة توسيع نطاق المعلومات، تبادل المعلومات بالنسبة للمحققين في محاكم المختصة سواء بالنزاهة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتيح لهم متابعة تلك الأموال والمعلومات عن المجرمين سواء لأغراض متابعة الأموال من هم في تحت التحقيق أو لأغراض استرداد تلك الأموال. هذا تبادل المعلومات يتم بشكل مباشر، يعني دون الرجوع إلى السلك الدبلوماسي ووزارة الخارجية ومن خلال الإدعاء العام، يتم ما بين مكاتب مكافحة غسل الأموال على مستوى العالم. وهنالك شبه إلزام على الدولة مستلمة الطلب المعلومات بتوفير المعلومات المطلوبة. هذا الموضوع راح يسهل كثيرا على المحققين. ايضا تعمل المجموعه على تزويد الدول الاعضاء بنظام يسمى سكيور ويب، هذا النظام امن لتبادل المعلومات، اضافه الى ميزات اخرى تقدمها على انماط غسل الاموال، انماط تمويل الارهاب بكل الدول. تسعى الى تثقيف الدول بهذه الجرائم حتى تستطيع الدول لمكافحتها. طبعا الانضمام لهذه المجموعة ما كان سهل، كان يتطلب إلى استيفاء عدد من الشروط. يعني يجب أن تتوافر لدى الدولة ولدى المكتب عدد من الشروط لكي تكون عضو في هذه المجموعة، وهي شروط يعني كثيرة. يتم دراسة مثلا البنية التشريعية والتشغيلية للدولة والبنية التشغيلية التي يعمل بها المكتب حقيقة، التشريعات التي تتيح للمكتب أن يكون مكتبا مستقلا يعمل بشكل مستقل ماليا وإداريا، إضافة إلى المنتج الذي يقدمه هذا المكتب إلى جهات التحقيق، هل هي كافية، هل ساعدت في توفير أدلة للمحاكم لكي تقوم بإدانة المجرمين. كل هذه الأمور يتم دراستها قبل أن تكون الدولة أن تنضم إلى هذه المجموعة. طبعا تم قمنا بالفترة السابقة على تزويد هذه المجموعة بكافة التقارير التي تثبت التزام العراق على المستوى التشريعي بوجود تشريعات تسمح بمكافحة جرائم الفساد، استرداد الأموال، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجود التشكيلات الإدارية في داخل الدولة لمكافحة تلك الجرائم. ايضا تم تزويدهم بالتقارير التي تثبت فعاليه هذا المكتب بما يتلائم مع التوصيات والمعايير التي تم اطلاقها من قبل هذه المجموعه. تم اجراء زياره ميدانيه في الشهر الثامن من السنه السابقه، هذه الزياره الميدانيه كانت لفحص كافه اعمال المكتب. ايضا تم اللقاء مع الساده قضاه التحقيق المختصين بغسل الاموال
مكافحة الأموال وتمويل الإرهاب للإطلاع على آليات التحقيق الخاصة بتلك الجرائم وكيفية استخدام المعلومات المالية التي تقدم من قبل المكتب إليهم. بعد يعني أن تم تدقيق كل هذه الأعمال، وافقت الآن المجموعة من قبل يومين على انضمام العراق بشكل كامل، وتم تزويدنا بالنظام الآمن لتبادل المعلومات. حقيقة فائدة هذا الانضمام ستكون لها عدة فوائد، منها مثلا على سبيل المثال المحاكم المختصة بالنزاهة وغسل الأموال. هذه المحاكم عندما تجري تحقيقات مالية مع المتهمين أو من هم تحت التحقيق، تحتاج هذه المحكمة إلى أدوات ومصادر للمعلومات حتى ما تبقى بالتحقيق فقط في جريمة الفساد، أيضا تذهب إلى فرد قضية تحقيق مالي موازي. يعني تعرف اليوم مرتكب الجريمة مثلا الفساد على سبيل المثال، هنا الهدف منها هو الحصول على الأموال. إذن يعني هذا راح يتيح للعراق استرجاع الأموال. طبعا راح يعني احنا حتى سابقا كانت الصعوبه في استرجاع الاموال هو عدم توافر معلومات كافيه عن تلك الاموال، وجهه تلك الاموال، الحاضنه لتلك الاموال. هنا حتى تسترجع الاموال لازم انت تفاتح الدوله التي يوجد فيها الاموال وتثبت للدوله ان هنالك تحقيقات كافيه في العراق تم اجراءها وتم التعرف على وجود الاموال في تلك الدوله حتى تتعاون وياك بتبادل المعلومات. يعني قبل لا أنت تشكل ملف لاسترداد الأموال هنالك عدة خطوات تحقيقية يجب أن تكون مستكملة، هنالك شكلية للملف. هذه الخطوات هي من ضمنها أن الدولة قامت بجمع المعلومات المالية الكافية، بإدانة هذا الشخص الذي يطلب عنه المعلومات، يعني تطلب أدلة لوجود الأموال في تلك الدولة. هذه الأدلة حتى يتم إثباتها لازم يكون عندك قنوات تعاون دولي، ومن ضمنها مثلا هذه القنوات. حقيقة كان العراق بحاجة إلى هذه القنوات، لكن تعرف سابقا كان يحتاج إلى أن تكون هنالك تشريعات متوائمة مع المتطلبات الدولية حتى يقدر العراق يدخل. يعني الحمد لله الدخول الآن سيتيح للمحققين ومكتب مكافحة غسل الأموال، يعني تعرف قاضي القضاة اليوم حتى يصدر إدانة، حتى يصدر بقرار بإرجاع الأموال يجب أن تكون لديه أدلة كافية. واضح استاذ حسين، تعرف هذا يعني هذا الخبر مهم جدا، وان شاء الله ايضا يكون لنا في المستقبل القريب وقت اخر يكون اكبر حتى نتحدث بتفاصيل اكثر حول هذا الموضوع نظرا لاهميته. انا اشكرك جزيل الشكر لانضمامك لنا في اليوم السابع الاستاذ حسين المقرم الممثل عن مكتب مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، شكرا جزيلا لانضمامك الينا في اليوم السابع.